مساءكم سعيد متابعينا اينما كنتم، اهلا بكم في وين وين مغربي. بداية، استبعد مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراقي تتويج منتخبي الجزائر والمغرب بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري وقائعها بكوت ديفوار، ورشح الرقراقي 5 منتخبات للفوز باللقب القاري، ويتعلق الأمر بكل من كوت ديفوار، تونس، مصر، الكاميرون والسنغال. نفى نادي بيراميدز المصري حدوث أي نوع من التواصل مع الوداد المغربي أو اللاعب يحيى جبران بهدف ضم هذا الأخير خلال الميركاتو الصيفي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام القليلة الماضية عن اقتراب جبران من الانتقال لصفوف النادي المصري. وفي تونس، اقترب النجم الساحلي من التتويج بلقب الدوري التونسي بعد فوزه على ضيفه النادي الإفريقي بهدفين دون مقابل، وبهذا الفوز يكون النجم على بعد نقطة واحدة من اللقب. ودائما في أخبار كرة القدم التونسية، تتجه الأنظار بعد غد الثلاثاء إلى ديربي الكرة التونسية بين الترجي والنادي الإفريقي الذي سيحسم هوية الفريق الثاني المشارك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. وكان النجم الساحلي قد ضمن رسميا تأهله لدوري الأبطال بعد فوزه على الإفريقي بهدفين نظيفين. وفي خبر آخر، نفى المدرب التونسي نبيل الكوكي مدرب شباب الوزداد الجزائري التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إقالته من منصبه. وأكد الكوكي في تصريحات إعلامية على اتفاقه مع إدارة بالوزداد لمواصلة مهامه رغم خسارة نهائي كأس الجزائر ضد أولمبي شلف. اقترب مهاجم اتحاد العاصمة الجزائري أيمن محيوس من الرحيل إلى الزمالك المصري في الموسم المقبل، وأكدت تقارير صحفية مصرية أن الزمالك قطع خطوات واسعة من أجل التعاقد وحسم الصفقة. حصدت ليبيا 18 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في العاصمة الألمانية برلين، واقع 5 ميداليات ذهبية و4 فضية و9 برونزيات. بهذا الخبر مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.